استاذ ريحان العائد، هل العائد من فوائد الشهادات السنويه حلال؟ يعني طيب احنا قلنا قبل كده انه هذه العوائد طبعا حلال، لانه بدخول او تغير وظيفة البنوك الى الاستثمار بالنسبة كذلك للمواطنين فلا شيء في ذلك. بالنسبة انها بتصلي، كان في سؤال لسلمى معذرة ثالث بتقول انها بتصلي لما بتسمع المؤذن بيقول الله اكبر، بما ان الوقت دخل فقد تحقق الشرط وتصلي يا صاحبة السؤال. أستاذة رحابة اللي سألت سؤالين، وإحنا قلنا أنه حصل في وظيفة البنوك تغيرت وبقت للاستثمار والتمويل، فبالتالي الفوائد لا شيء فيها، حضرتك تاخديها وتنتفعي بيها، حلال طيب إن شاء الله.